دكاترة يا باشا مهندسين، بس لازم نتشرف البلد وترفع راسنا فوق، فاهمين؟ فاهمين يا استاذ. مين بكر؟ ايوه انا بكر. اسكت اسكت، انت هتسيح يا اخوانا. اللي هيدفع الفلوس دلوك ويكتب اسمه يجي بعد اسبوع، فاهمين؟ فاهمين يا استاذ. اسال تاني مين بكر. لا انا خلاص عرفتك، اسمك ايه يا عويس؟ عويس مرزوق ابو كوع افندم. عليه وفخر ابو رجل. ايوه. لا انت تاخد كمان واحده، عشان واحده مش هتحول. لا انت خليت ديك بق. حسن حسين افندم. اسامه هاني شكل في اسمك. صابر رسلان. رجالة وصلنا الحدود الليبية. قوم يا قوم يا محمد. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. ده الاخ سالم الليبي اللي هيدخلكم ليبيا. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. اتفضلوا اتفضلوا يا مرحبا. اهلا بكم، نورتونا في الجماهيرية، شرفتونا. يا مرحبا يا مرحبا. في ايه؟ الفار ده مفتاح السودان باين. والنبي يا اخي سالم، مش عاوزين نورط الناس. استنى استنى اهو مفتاح ليبيا اهو. يا رب يا ساتر، هو مفيش حد جوه ولا ايه؟ اصل انا عايش لوحدي. يا مراحب يا مراحب يا هلا، خش برجلك اليمين يا عم. قولنا نقلع الدزمه هنا ولا ندخل بيها دوا؟ تقلع ايه يا عم، هو انت داخل تستحمى؟ يا مراحب يا مراحب يا هلا يا هلا. سمي وانت داخل، وطي وانت داخل. يا استاذ يا استاذ، والسلك ده ليه بقى؟ عشان الناموس. عمار يا ليبيا، نورين الجماهيرية. يا هلا يا هلا والله يا هلا. فاضل في مصر ثلاث انفار ولا ايه؟ حالك باهي حالك باهي. طرابلس فاضل عليها 18 يوم. طرابلس دي في ليبيا. ما احنا عارفين واحنا جهلين. لا معاك استاذ صفوي يا امير. يا رجالي انا عايز العيال دول يصبوا علينا ودونا السعوديه. أعزائي المشاهدين، النهاردة من خلال برنامجنا هنكون بنقدم لحضراتكم صورة مشرفة لرجال الأعمال المصريين. معانا كام؟
40 ألف اللي أنجبت طلعت حرب هي أيضا اللي أنجبت نسيم الرشيدي. ألف شكر، ألف شكر، ألف 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 شكر. أهلا بحضرتك معانا يا فندم، ضيف عزيز في برنامج وجوه مشرفة. أهلا بيكي وبكل شباب مصر. طبعا في البداية أستاذ نسيم هستغل وجودك معانا وبشكرك على حضورك طبعا، ونتعرف على حكاية حضرتك مع الصمود. حب الوطن، حب مصر، حب بلدك، حب مصر هتديلك كتير قوي من خيرها. وعلى رأي المثل، مصر هي أمي، نيلها هو دمي، شمسها في سماري، شكلها في ملامحي، حتى لوني أمحي لون نيلك يا مصر. الله يا ألف 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 شكر. وكل ما بحب مصر أكتر بفتكر الجملة اللي قالها الشاعر الزعيم الأستاذ مصطفى كامل: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون اسكندرانيا. لا يا فندم، مصريا لو وددت ان اكون مصريا. انا قلت ايه؟ اسكندرانيا. واسكندريه دي ايه؟ تبع ايه؟ تبع مصر صح. ما انا ممكن اقول لو لم اكن مصريا لو وددت ان اكون قليوبيا، ده قهليا، بورسعيديه. المهم ان احنا ما خرجناش بره بلدنا. الله. زيتنا في ايديه. الله يا الله يا ابن النصابه، ده طلع جامد بجد. شكرا. من بدايه اللقاء وانا ملاحظه في ايد حضرتك اليمين في علامه، يعني لو الكاميرا تجيبها، علامه مميزه جدا يا فندم. يا ريت لو اعرف من حضرتك يعني ايه قصتها. والله العلامه دي لها قصه، بس قصه جميله جدا، وهي حرب اكتوبر العظيمه عام 1973. انا كنت من الشرفاء اللي حاربوا في هذه الحرب، وكنت مؤمن تماما وانا بدافع عن تراب هذا البلد. كنت ماسك الاربجيه في ايدي وشغال مش دريان بنفسي، بتفانى في حمايه تراب مصر. فجأة لقيت جندي إسرائيلي حقير عمال يقرب من ورايا. حسيت بيه، عملت نفسي مش شايفه، قرب مني، هوب دبل كيك، شقلطته قدامي. شقلطته؟ شقلطته، وقع قدامي يعني، هبش في دي. قعد يعض وأنا سايبه ملهي في العضة وأنا شغال بموت آلاف من الإسرائيليين. هو عايز يموتني طبعا لان هو اسرائيلي حقير حقير حقير. انا اسرائيلي حقير حقير حقير. هل في اي اصابات اخرى؟ لو راجل بقى يقول العضه الثانيه فين. ما عنديش اي اصابات في جسمي غير في ايدي هذه العضه اللي انا بوريها الاساتذه المصورين، ممكن يصوروها، اللي عضها لي الاسرائيلي الحقير. واي حد احنا اللي عضينه على فكره. اصابات تانية ما تصدقوش. وانا بدعو كل الشباب اللي موجود معانا دلوقتي، مين فيكم يحب ان هو يتصور مع ايد البطل؟ يا فندم احنا مراقبين بيت خاله ليل نهار، وبنت خاله كمان. والنتيجه؟ والنتيجه. برافو يا باشا، انا كنت مستني سعادتك تقول لي النتيجه. ربنا هيكرمنا باذن الله، اصل سعادتك طيب. انت هتشحت عليا. بره انا بره بره. وانت كمان بره. برافو يا باشا. يلا محسن، انا عايز 50 مليون عشان حته الارض الاخرانيه اللي على النيل، طبعا ورقها جاهز ومتسجل، وانت لك 10%. شوف يا محسن، كل مليون لك فيهم 10%. خليهم 15%. ما تبقاش طماع، اضغطي عليه شويه يا باشا. انتوا اللي بتاخدوا الفلوس وتخلعوا، احنا اللي بنتحبس. ايوه بس انا اللي بخطط، ولولا اللي زي ما كنتش كسبت ولا نكله، كان زمانك عايش بالتلات 4000 ملطوش اللي بتاخدهم من البنك كل اول شهر. محسن 12.5% مش خساره فيك. لولا امرني يا باشا. البرنامج النهارده فيه ايه؟ ندوه الشباب وبعدها على طول الافتتاح. لبس الشباب جاهز؟ طبعا جوه يا باشا. شوفي محسن بيبي حب ايه. احنا لازم نغب غبه جامده يا معلم. طبعا كل ما نبقى في النقنقه العمليه تبقى في السقسقه. طبعا انت فاهم حاجه ولا كان بقى؟ امال ايه؟ طبعا طبعا اللي انت عمال تقولها زي ما تكون فاهم. عود انا شارب سيجاره مبوظاني ومحتاج اي سكريات. ربنا سكريات؟ ده انت محتاج جلوكوز مش سكريات. اترزق هنا وما تتحركش عبال ما اجيب لك اي حاجه تفصل النيله اللي انت ضربه ده. ما تتحركش.
شفت المزه اللي هناك دي فين قبل كده؟ وهم اشوف مين دي ولا بلاش؟ بس ليه لا؟ ما ممكن تطلع خالتك هذا جعفر. ومين اللي معاها ده؟ اكيد جوز خالتي. بس جوز خالتي مش متجوز. وهم اشوف مين دي. انا بشبه على حضرتك. انت مين؟ انا بلم تبرعات المستشفى الصدر. ده اللي ساب بتاع الكلب. ايه ساب الحرامي؟ الحرامي انا بتاع الكلب. امسك الجلد ده ونضف ده. اخلع انت. اوعى ايه؟ بسرعه يا عطول اللي وراه بسرعه. تعالي معايا. هجيب لنا قعده مع الشباب. ونعمل شباب. البانجو اللي انت بتضربه ده لازم تبطله يا جعفر. خلاص هبطل بانجو واشرب حشيش. يعني هو الحشيش ده فوار؟ ما هو مخدرات برضو. تبطل كل حاجه. طبعا طبعا. وكلمه طبعا دي كمان تبطلها، انا بتشائم منها. خلاص هبطلها واشرب بانجو. الله يخرب بيت ايامك يا جعفر، كل العمر ده معايا وما اتعلمتش حاجه. يا ابني انت شغلانتنا دي عايزه ناس مصحصحه. ما انا لو صحيت يا حوده مش هعمل اللي بعمله ده. انا عايز انسى. تاني هنرجع للموال بتاع التوبه ده. يا ابني انت مش حاولنا نتوب ونشتغل؟ لقينا نفسنا بنقبض ملاليم وكنا هنتبهدل بهدله سودة. ما تفكرنيش. عندك حق. يا سلام عليك في الاقناع يا حوده. تصدق انت حليت النصب في عينيا. اصل بص يا جعفر، لا يصح الا الصحيح. ربنا يخليك لي يا حوده. فعلا الصديق قبل الطريق. احنا نقوم نحضن بعض على الجملتين دول والنبي. طب يا حوده. يا
ان احنا جينا في وقت مش مناسب. لاحظ ان كلامك جارح. هاتهم. تعال بقى انتوا طلعتوا كده. انتوا فهمتونا غلط، احنا مش كده خالص. يا سلام مش كده خالص. امال ايه اللي انا شفته ده؟ خد معاك وعادي. خد معاك وعادي. امال حطيته ليه؟ ها شكله مش هقدر. لا الكائن ده بص بقى احنا نتفاهم احسن بالراحه بالراحه من غير ما ادي ايدك. خد وقتك بقى. هو عنده ارتجاج في المخ ولازم نعمل له اشعه مقطعيه ويدخل عنايه مركزه. المهم نطمن عليه يا دكتور. بس الحاجات دي هتكلف. الفلوس كتير والحمد لله. يلا يا هي. اتفضل حضرتك يا دكتور وانا هاجي وراك. لو احتجت اي حاجه قول ايه. اتشكر. ترى فيكوا اللقمه يا كلاب. عيلين مالهمش لازمه زي الاراجوزات مش عارفين تجيبوهم وانتوا الاتنين قد الفيال. وايه ده؟ ايه اللي انتوا جايبينه ده؟ يا باشا هو ده الورق اللي لقيناه هناك. جرايد؟ ورق جرايد؟ وفي كمان ورق تواليت. وايه ده؟ ايه ده؟ متخانق مع فراوله يا هلا؟ حلوه يا باشا حلوه. اسكت يا باشا. حضرتك ما قلتلناش نوع الورق اللي حضرتك عايزه. خلاص عموما انا هتصرف. العيال دول هجيبهم من تحت طقطيق الارض. انا بيني وبينهم طار قديم قديم قوي ومش هسيبهم ابدا. برافو يا باشا. عيط يلا عيط. برا لولا برا يا حمار منك. له عمر يا باشا. تحت اشرافك تاخدي جوز البقر دول وتروح تراقبي لي شقه العيلين دول ليل نهار واول ما تشوفيهم تيجي تبلغيني. بس كده لغايه دلوقتي. اوكي كده المجانين بقوا ثلاثه. اوعى تموت يا حوده. انا ما اعرفش اعمل حاجه من غيرك. جايز اكون بزعلك بس انت عارف انا بحبك قد ايه. وان كان على المخدرات هبطلها. هترجع في كلامك زي العيال؟ انت لسه عايش يا حوده؟ لسه عايش؟ لسه عايش كده حموت. لسه عايش يا حوده؟ حموت. ما تموتش يا حوده. اشرب مخدرات. ما تموتش يا حوده. ما تموتش. ايه اللي انت بتعمله ده؟ غصب عني من فرحتي. اتفضل اطلع بره وسيبه يستريح. ما اقدرش اسيبه عشان لا قدر الله معاه مفتاح الشقه. قلت لحضرتك اتفضل اطلع بره. طب ممكن يطلع لي على المفتاح؟ يعني بات في الشارع انا ولا ايه؟ عاوزه مين يا حبيبتي؟ هما شباب اللي ساكنين هنا راحوا فين؟ شباب؟ وانت بقى تقرب لهم؟ اه تقريبا. عزلوا يا حلوه. يعني مش راجعين تاني؟ لا تاني ولا تالت ولا رابع. استغفر الله العظيم يا رب. ولا خامس ولا سادس. طب مش سيا طنط. طنط اوعى الفحت اللي هتقعي تحت. قال طنط قال ها عملت ايه؟ اطلع 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 اطلع. صباح الخير. صباح النور. طب انا هروح احاسب. اجي معاك؟ هتخليك تضايقهم شويه؟ لا انا جايه معاك. انا متشكر قوي يا ايه على اللي انت عملتيه معايا. على ايه ده شغلي؟ اصل انا مش متعود حد يبقى حنين معايا كده. ليه؟ هو انتوا ما عندكوش اخوات بنات؟ ولا بنين ولا اب ولا ام ولا حاجه خالص. يا حرام.
عايشين فين ومع مين؟ انا وجعفر عايشين لوحدينا في شقه في الزمالك. زمالك هايل. طب بتاكلوا ازاي كده؟ لا بتكلم بجد، بتاكلوا ازاي؟ والله كده. انت بتاكلي ازاي كده؟ وانا اقول شفتك فين قبل كده. ست اولجا مش وقتك خالص. اخصى عليك، ده واخدين عليك السبع دخات. عن ابنك يخطى عليكي. ايه ده؟ ايه الرقه دي؟ يخطى عليكوا على جمال امك. حلوه بشكل، حلوه بشكل. كان ايه لازمته التعب ده؟ يا واد الله، انت زي ابني. ربنا يخليكي ليا.